اهلا بيكم في الابديت اليومي حوالين فيروس نهاية العالم. الفيروس كده النهاردة 4 فبراير انتشر في كل مقاطعات الصين وكمان في الدول الاتية: في اليابان، تايلاند، سنغافورة، جنوب كوريا، هونج كونج، استراليا، تايوان، المانيا، امريكا، ماليزيا، ماكاو، ايه ماكاو دي، فيتنام، فرنسا، الامارات، كندا، الفلبين، الهند، انجلترا، روسيا، ايطاليا، فنلاند، كمبوديا، السويد، نيبال، سريلانكا، وكمان اسبانيا. ما شاء الله انتشر في اغلب القارات. لسه لحد دلوقتي طبعا ما تمش اعلان عن حالات رسميه في افريقيا ذات نفسها، وده لسبب من اتنين: يا اما الفيروسات الافريقيه فيروسات متوطنه ومسيطره على مكانها كويس، فالفيروس بينزل في المطار وهو بيعرفوه مين البص هنا، مين الزعيم، يا اما وده الاغلب يعني ان يعني وزارات الصحه في اغلب دول افريقيا اصلا حاجه تعبانه جدا، والفيروس في الغالب هينتشر في الدول الافريقيه ومحدش هيبقى عارف غير بعد ما يبقى وبائي. وطبعا كلنا شفنا الاخبار عن حملة وزارة الصحة على المطاعم الصينية على أساس إن الفيروس هيبقى نازل يعني من المطار، محتاج يتقوت ومحتاج يدور على الأكل بتاعه تحديدا، فيروح المطاعم الصينية، أو على أساس إن المطاعم الصينية اللي شغال فيها أصلا صينيين. طيب إيه الجديد والخطير في موضوع الفيروس الكورونا الجديد ده ومن عيلة كورونا الجديد ده؟ ما كان قبل كده في سارس وكان في إيبولا وغيرهم وغيرهم. مشكلة الفيروس ده واللي بتخليه أخطر من سارس ذات نفسه، سارس كان بيبدأ في الطور المعدي مع مرحلة ظهور الأعراض، بمعنى إنك لو مريض مصاب بالسارس هيبدأ يعدي اللي حواليه في نفس الفترة اللي هيبدأ يظهر فيها الأعراض، فبالتالي هيلجأ لميديكال انستيتيوت أو هيسيك ميديكال اتنشن، هيبدأ يتعمل له حجر صحي قبل ما يبدأ ينشر العدوى لعدد كبير من اللي حواليه. فالسارس كان يعني قدروا يسيطروا عليه بالشكل ده، إن هو بيبدأ يعدي اللي حواليه في نفس فترة بداية إنه يبدأ يدي أعراض، قبل كده لأ. مشكلة الكورونا فيروس الجديد ده ان هو فترة حضانته بتتراوح من 10 ايام الى اسبوعين، وخلال الفترة دي كلها هو في الطور المعدي، يعني يقدر يبقى البني ادم من بره شكله سليم تماما ومعافى تماما، لكنه قاعد بيعدي اللي حواليه وكل شخص بيبقى ان كونتاكت معاه. وبالتالي جهاز قياس علامة الصلة اللي بيوجهوه في المطارات ده هو ميجر يتعمل اوكي، لكنه في نفس الوقت ساذج ومش كافي لوحده، ممكن يبقى لسه لقط العدوى قريب جدا ولسه ما ظهرتش عليه اي اعراض لان فتره الحضانه طويله نسبيا، ولكن خلال المرحله دي قبل ما يبدا يدي اعراض هو قاعد بينشر العدوى حواليه عن طريق الكونتاكت مع اي بني ادم تاني حواليه. المشكلة التانية كمان ان اعراض الفيروس ده عاملة زي اعراض الانفلونزا العادية تماما، واحنا اصلا في موسم شتاء وموسم انفلونزا موسمية، يعني كل واحد بيعطس ولا عنده راني نوز هتبدأ تشك فيه وتبدأ تعمل له كارانتين، ويبدأ كل الناس من حواليه تبدأ تقلق وتخاف منه. هل وصلنا كده لمرحلة الوباء؟ احنا على اعتابها، ما احناش بعيد عنها خالص، وكل يوم منظمة الصحة العالمية قاعدة بترفع الاستعدادات اكتر، وبدأوا يعترفوا ان فعلا في ازمة عالمية كبيرة، وكل يوم الارقام قاعدة بتتزايد بنسب ضخمة جدا، لدرجة من 5 ايام بس كان نسبة الوفيات ما عدتش 80، ونسبة الاصابات الرسمية الاعداد الرسمية ما تعداش 3000، لحد امبارح لا بيقول وفيات 300 واصابات 15000، دي برضو قلنا ارقام رسمية. الارقام الغير رسمية في استيميتس بتقول انها وصلت ل 100000 والى 200000 اصابة. بس لو الموضوع تحول لوباء اعتقد يعني هتبقى القدرة على التعامل معاه، هيبقى الوقت اتأخر شوية وهيبقى له ضحايا كتير على مستوى العالم، وهيبقى وغير الضحايا كمان على المستوى الصحي هيبقى له تأثيرات ضخمة جدا اقتصاديا وسوسيولوجيا، ودي حاجات هنتكلم عنها ان شاء الله في الابديت اليومي عن الكورونا فيروس.